بحب صير أنسي وبكرة أدرس الأطفال الصغار. نزحنا من سنتين ما كان عندنا مدارس خارج، جينا لهون اجوا الباصات وصاروا يدرسونا وعم يسلمونا كتب وعم يسلمونا كل شيء. فكرة المشروع هي استهداف المخيمات العشوائية التي تكون بعيدة نوعا ما عن مراكز التعليمية في المدن والقرى. قاموا ينطونا نشاطات ويلعبونا ويدرسونا.